غيره، وأنه ليس جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأول إلا وهو من فعل العقل الأول. يا جابر، أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين. إذن الصادر الأول سوف يكون هو الواسطة، واسطة الفيض بين الله وبين ماذا؟ وبين عالم الإمكان. عند ذلك بعد إن شاء الله تعالى في أبحاث شرح مقدمة القيصري سيأتي بعد لا معنى لفرض أنه يوجد شيء في عالم الإمكان ولا يعلم به من؟ الصادر الأول أساسا لا معنى له، لأنه إذا فرضنا تحقق شيء في عالم الإمكان ولم يعلم به العقل الأول أو الصادر الأول يلزم خلف الفرض، لأنه ما فرض أول تبين ماذا؟ ليس بأول، يعني أنه هناك هو وذاك غيره الذي يستطيع أن يأخذ من غير طريقه. ومن هنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما في الروايات المعروفة في ليلة المعراج أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما انتهى إلى جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربين قالوا: أتعرفون حق معرفتنا؟ قالوا: كيف لا نعرفكم وأنتم أول ما خلق الله؟ ما يمكن أنه أنتم تكونوا الواسطة الفيض بالنسبة إلينا ونحن ماذا؟ ونحن لا نعرفكم. نعم، احنا نتكلم في نور الخاتم صلى الله، في حقيقة الخاتم، في الوجود الملكوتي ماذا للخاتم، لا انه نتكلم في هذا الوجود الملكي للخاتم، هذا الوجود الذي انما انا بشر مثلكم. ولكن يبقى الكلام ان هذا الوجود الملكوتي مع ذلك هذا الوجود الملكي مع ذلك الوجود الملكوتي هذان وجودان أو وجود واحد متصل، تلك مرتبته العالية وهذه مرتبته الدانية. ما هو هذا؟ لابد يبحث في محله، هذا بعد المباني الفلسفية لابد أن تعين لنا ما هو. إذا قلنا أن هذا الوجود غير ذاك الوجود، بل كل ما أثبتنا لذلك الوجود ليس بالضرورة يثبت لهذا الوجود البشري والملكي، أما إذا قلنا هو ماذا؟ هو وجود واحد متصل مرتبة منه، إنما أنا بشر مثلكم يأكل ويمشي في الأسواق، ومرتبة منه ماذا؟ ها؟ أول ما صدر نور نبيكم، ومرتبة منه على في قوس النزول، ومرتبته في قوس الصعود، فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. خب، على هذا الأساس إذا يتذكر الإخوة قلنا مرارا، قلنا على هذا الأساس فهو يأخذ من أمين الوحي أو يعطي لأمين الوحي؟ ها؟ الجواب: يأخذ بمرتبة ويعطي ماذا؟ بمرتبة أخرى. كما أن قواك الوسطية، يعني قوة الخيال عندك، تأخذ من العقل وتعطي ماذا؟ للحس، فهي فوق الحس ودون ماذا؟ ودون العقل. فتكون هذه المدبرات أمرا بمنزلة الشؤون الصادر ماذا؟ شؤون الصادر الأول، بمنزلة أعضائه وآلاته. كيف أن الإنسان له شؤون وأعضاء وآلات، كذلك المدبرات أمرا تكون كذلك. عند ذلك بعد تخضع لذلك الإنسان الكامل أو لا تخضع؟ أعضاؤك خاضعة لك أو ليست خاضعة لك؟ نعم، كذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون على إلهه.